عرفت عزيز الطالب سابقاً أن الصفة المتنحية توجد دائماً بحالة نقية، بينما الصفة السائدة قد تكون نقية أو هجينة. ولمعرفة التركيب الجيني للصفة السائدة إن كانت نقية أو هجينة يجرى تلقيح اختباري، والتلقيح الاختباري عزيز الطالب هو تلقيح خلطي يجرى للتمييز بين الأفراد السائدة المظهر الخارجي النقية وبين الأفراد السائدة المظهر الخارجي الهجينة مع فرد آخر يحمل الصفة المتنحية. وتعود عزيز الطالب أهمية التلقيح الاختباري إلى معرفة التركيب الجيني للصفة السائدة إن كانت نقية أو هجينة الحصول على السلالات المرغوبة بحالة نقية. خطوات التلقيح الاختباري: الشكل الظاهري زهرة بلون وردي في زهرة بلون أبيض. اللون الوردي صفة سائدة غير محددة التركيب الجيني، بينما اللون الأبيض صفة متنحية محددة التركيب الجيني. بالنسبة للتركيب الجيني للصفة المتنحية أرسمول أرسمول، بينما التركيب الجيني للصفة السائدة أركبتل أركبتل أو أركبتل أرسمول. والتلقيح بينهما خلطي، وهناك احتمالان للناتج في جيل الأبناء عزيز الطالب: الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. بالنسبة للاحتمال الأول فإن الناتج 100% أزهار وردية هجينة، بينما الناتج في الاحتمال الثاني 50% وردي و50% أبيض. عزيزي الطالب، من خلال المثال السابق حصلنا على نسبتين. النسبة الأولى أزهار وردية 100%، إذن الفرد المختبر يحمل الصفة السائدة النقية. والنسبة الثانية 50% أزهار وردية و50% أزهار بيضاء، يدل ذلك على أن الفرد المختبر يحمل الصفة السائدة الهجينة. مثال: نبات قمح مقاوم لمرض الصدأ الفطري، يراد معرفة تركيبه الجيني. كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ وكيف يمكنك الحصول على سلالة نقية مقاومة للمرض؟ الحل: الاحتمال الأول، إذا كان الفرد المختبر نقياً يلقح مع المتنحي، الشكل الظاهري نبات مقاوم للمرض نقي في نبات غير مقاوم. التركيب الجيني أرسمول أرسمول في أركبتل أركبتل. الأمشاج أرسمول في أركبتل. الأبناء أو الناتج من هذا التلقيح أركبتل أرسمول، أي بنسبة 100% نبات مقاوم للمرض هجين. إذن الفرد المختبر يحمل الصفة السائدة النقية أركبتل أركبتل. الاحتمال الثاني، إذا كان الفرد المختبر هجيناً يلقح مع المتنحي، الشكل الظاهري نبات مقاوم للمرض هجين في نبات غير مقاوم للمرض. التركيب الجيني عزيز الطالب أرسمول أرسمول في أركبتل أرسمول. الأمشاج أرسمول في أركبتل أرسمول. الناتج أركبتل أرسمول أيضا أرسمول أرسمول، أي 50% غير مقاوم للمرض و50% مقاوم للمرض. إذن عزيز الطالب الفرد المختبر يحمل الصفة السائدة الهجينة. و
وللحصول عزيز الطالب على سلالة نقية من نبات مقاوم للمرض بإكثاره مع نبات من نفس الصفة ذاتيا كالآتي: الشكل الظاهري مقاوم للمرض نقي، في مقاوم للمرض نقي، والتلقيح كما قلنا عزيز الطالب ذاتي. التركيب الجيني بيكابتل بيكابتل في بيكابتل بيكابتل. الناتج من هذا التزاوج بيكابتل بيكابتل، أي نبات مقاوم للمرض نقي بنسبة 100%. عزيزي الطالب، إذا ذكر في المثال الصفة السائدة ولم يذكر الصفة المتنحية، فحاول أنت عزيزي الطالب أن تأتي بالصفة المضادة أي الصفة المتنحية، مثل نبات مقاوم لمرض الصدأ الفطري، الصفة المضادة نبات غير مقاوم لمرض الصدأ، أو بذور مستديرة، الصفة المضادة بذور مجعدة، وهكذا. مثال: إذا علمت أن جين اللون الأبيض في نوع من الطيور سائد على جين اللون الأصفر، وكان لديك ديك أبيض ودجاجة صفراء، كيف يمكنك عملياً معرفة التركيب الجيني لهذا الديك فيما إذا كان أبيض نقي أم أبيض هجين؟ اشرح دون استخدام الرموز. الحل: يمكن ذلك عزيز الطالب بإجراء عملية التلقيح الاختباري، حيث يترك الديك الأبيض يلقح الدجاجة الصفراء، فإذا كان الناتج كتاكيت بيضاء بنسبة 100% فالديك أبيض نقي، أما إذا كان الناتج 50% كتاكيت بيضاء و 50% كتاكيت صفراء فالديك أبيض هجين. إعادة مرة أخرى للحل السابق عزيز الطالب: يمكن ذلك بإجراء عملية التلقيح الاختباري، حيث يترك الديك الأبيض يلقح الدجاج الصفراء، فإذا كان الناتج كتاكيت بيضاء بنسبة 100% فالديك أبيض نقي، أما إذا كان الناتج 50% كتاكيت بيضاء و 50% كتاكيت صفراء فالديك أبيض هجين. عزيز الطالب، المثال السابق خاص بالتلقيح الاختباري، طلب منك الشرح دون استخدام الرموز، وما عليك إلا أن تحول الرموز إلى ألفاظ لغوية. مثال: اختبرت أنثى حيوان سوداء بالتلقيح الاختباري فنتج ابن أبيض اللون. استنتج: ألف التركيب الجيني للذكر الذي لقح الأنثى، باء التركيب الجيني للأنثى، جيم الطرز المظهرية للأبناء. الحل: نستطيع أن نفسر المثال السابق بما أنه تم إجراء تلقيح اختباري للأنثى السوداء ونتج ابن أبيض، إذن الأسود سائد ونرمز له بكبتل، والأبيض هو المتنحي ونرمز له بيسمول، إذن التركيب الجيني للذكر بيسمول بيسمول، بينما التركيب الجيني للأنثى قد يكون بيكبتل بيكبتل أو بيكبتل بيسمول، وبما أنه نتج ابن أبيض إذن الأنثى سوداء هجين. نعيد عزيز الطالب التفسير السابق: بما أنه تم إجراء تلقيح اختباري للأنثى السوداء ونتج ابن أبيض، إذن الأسود سائد ونرمز له بيكبتل، والأبيض هو المتنحي ونرمز له بيسمول، إذن التركيب الجيني للذكر بيسمول بيسمول، بينما التركيب الجيني للأنثى بيكبتل بيكبتل أو بيكبتل بيسمول، وبما أنه نتج ابن أبيض إذن الأنثى سوداء هجين. الآباء: ذكر أبيض نقي في أنثى سوداء هجين. التركيب الجيني: بيكبتل بيسمول في بيسمول بيسمول. الأمشاج: بيكبتل بيسمول في بيسمول. الناتج من هذا التزاوج: بيكبتل بيسمول بيسمول بيسمول. النسبة زائدا التفسير:
50% أسود هجين و50% أبيض. تذكر عزيز الطالب أن التلقيح الذاتي النسبة في الأبناء إما 100% سائد أو 75% سائد إلى 25% متنحي، بينما التلقيح الاختباري إما 100% سائد أو 50% سائد إلى 50% متنحي. والتلقيح الاختباري كما ذكرنا سابقا هو التلقيح الذي يجرى للتمييز بين الصفة السائدة إن كانت نقية أو هجينة. فكيف يمكن التعرف على مسائل التلقيح الاختباري؟ للإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى أبنائنا طلبة الثانوية العامة كي يجيبوا على هذا السؤال. سوف تستخدم في المثال ألفاظ كالتالي: اختبرت أو اختبر، ذكر مصطلح التلقيح الاختباري في المثال. إذا طلب في المثال التعرف على الصفة السائدة إذا كانت نقية أم هجينة، الحصول على السلالات المرغوبة بحالة نقية. إذا طلب التعرف على الفرد المختبر إن كان متخالف أو متماثل العوامل، وهكذا. توصل مندل عزيز الطالب إلى أن توارد الصفات الوراثية يتم عن طريق عوامل وراثية سميت بالأليلات، وقد أثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة صحته من خلال معرفة دور الكروموسومات والجينات في نقل الصفات الوراثية من جيل الآباء إلى جيل الأبناء.